كالعادة اليوم 20 أغسطس من 2016 الذي يتزامن مع الذكرتين الغاليتين على الشعب المغربي، ذكرى عيد الشباب وذكرى ثورة الملك والشعب. فأنا مستمر في اعتصامي إلى حدود أو إلى حين انتزاع مطالبي والمحصورة في تنفيذ القرار، في تنفيذ المقررات القضائية القاضية بإرجاعي إلى وظيفتي. ولكن ما يستشف هو أن لا إرادة سياسية لإنهاء هذه وهذا الاعتصام سينتقل من اعتصام حقوقي إلى اعتصام سياسي، لأن الأحكام القضائية النهائية الكاسبة لقضية شيء بمتغيبه حسما نهائيا في إلغاء القرارات الجائرة التي أصدرها رئيس الجامعة القروية السابق. وها هو الجديد أي الناجح بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016 يتلكأ ويتسوف، رغم أنه أقر بأنه سينهي هذه الوضعية بعد أن توفرت لديه أرصدة مالية لإنهاء هذه المنفذ الشائبة. وحسب معطيات توصلت بها من كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية، راسلهم على أساس أنه عمل على توضيب الملف، والمراسلة كانت يوم 8/8/2016، وها أنا في اليوم 20 ولا زلت لم أتوصل بأي خبر. هذا الجانب المالي، أما الجانب الإداري في تسوية للوضعية الإدارية وإرجاع إلى وظيفتي، فرئيس الجامعة القروية لا يتكلم عنها ويعتمد في ذلك على قرار العزل الذي أصدرته وزارة الداخلية بإملاءات من عام الإقليم ميلت وإملاءات وزير العاطفة العمومية الحركي، لأن الرئيس المخلوع كان حركيا وورطته في ملفات توصل بها المجلس الأعلى للحسابات وتوصلت بها محكمة الجرائم المالية بفاس، انتقاما مني لأنني كشفت عدة ملفات لنائب المال العام في هذه الرقعة بقيادة تنفيذ، بجماعة تنفيذ إقليم ميدلت. إذن الثمن أديته غاليا ولم تتم حمايتي من طرف الدولة المغربية، رغم أنها أقرت بحماية المبلغين وحماية الشهود الفصل 82/7 من قانون المسطرة الجنائية. هذا إلى إضافة إلى الاتفاقية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة. إذن بالمناسبة مبارك السدة، مبارك السدة العالية بالله عيد عرشها، وأبارك الشعب المغربي عيد ثورة الملك والشعب. وهذه الثورة التي قمت بها في اعتصاماتي إنما لإحقاق الحق
واكتساب الشرعية إذن كل أمل هو أن يرد لي الاعتبار وأن تتم تسوية وضعيتي الإدارية وإرجاع إلى وظيفتي كتقني محلف ورئيس مصلحة البنايات المصلحة التقنية، والذي أديت القسم على ذلك وأنا متشبت بقسمي. تحية للشعب المغربي وعيد مبارك سعيد لملك البلاد محمد السادس.